أداؤها الفني هو السهل الممتنع بدون تكلف أو مبالغة. أسلوبها في التمثيل جعلها فنانة تجيد كل الألوان. بدأت التمثيل منذ ما يقرب من ربع قرن، إلا أنها تألقت بشدة في الآونة الأخيرة. إنها الفنانة حنان يوسف. من خلال حلقة اليوم سنتحدث عن مشوارها الفني وعن سبب ابتعادها عن الفن لفترات، وعن حقيقة تصريحاتها حول إصابتها بمرض جعلها تبتعد عن الفن. فتابعونا. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. من مواليد 7 مارس عام 1966، اختلفت الأقاويل حول جنسية حنان، ففي مواقع ذكرت أن والدها مصري ووالدتها فلسطينية، ومواقع أخرى ذكرت أن والدها مصري بالتحديد من محافظة الإسكندرية، ووالدتها مصرية من محافظة المنوفية. منذ كانت صغيرة وهي تعاني من حساسية في الصدر، وهذا هو السبب الذي جعل أهلها يرفضون طلبها بأن تكون راقصة باليه، فهي كانت تهوى الفن بكل أنواعه. حصلت على ليسانس الأداب قسم الفلسفة من جامعة الإسكندرية، لكن بسبب أدائها التمثيلي المقنع اعتقد الكثيرون لسنوات أنها خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية. بعد تخرجها في كلية الآداب سافرت إلى القاهرة للحصول على أي وظيفة، فوجهها أصدقاؤها للتمثيل برغم كونها شخصية خجولة، لكنهم وجدوا فيها من الموهبة، فتعرفت على عدد من المخرجين المسرحيين في الثقافة الجماهيرية. كانت بدايتها من خلال أدوار صغيرة ولكنها في أفلام مهمة مثل الطوق والإسورة مع الفنانة فردوس عبد الحميد وشريهان، يوم مر ويوم حلو مع الفنانة فاتن حمامة ومحمد منير. توقفت لفترة عن التمثيل بسبب زواجها وإنجابها، وأثناء فترة توقفها عن التمثيل شاركت بفرقة الورشة مع المخرج حسن الجريتلي، وخلالها تعلمت أصول التمثيل والفنون بجميع أشكالها لفترة وصلت إلى 15 عاماً، كانت سبباً في صقل موهبتها بشكل كبير. بعدها تتابعت مشاركاتها السينمائية في أفلام عديدة، من أشهرها شحاذون ونبلاء، النعامة والطاووس، خيانة مشروع، السفاح، وعين شمس. شاركت حنان يوسف في عدد من المسلسلات التلفزيونية مثل ليالي الحلمية الجزء الثاني، فرح ليلى، زواج بدون إزعاج، مسألة مبدأ، هيمة، أيام الضحك والدموع، ذات، سجن النساء، أهل كايرو، وهو العمل الذي تحدثت عنه قائلة كان ممتعاً رغم أنه كان به صعوبة كبيرة، لأن هناك ديكور فرح استمر لمدة أسبوع خلال التصوير. أشارت الفنانة في آخر حوار فني لها أن كل ما تهتم به هو التمثيل، حتى أنها حين توقفت عن التمثيل لفترة كادت أن تموت بسبب كثرة الأمراض التي تعرضت لها، موضحة أنها تعرضت لصداع نصفي مزمن وأمراض أخرى أنهكتها، ولهذا هي تعلم أنها حين لا تعمل تمرض. أما حياتها الشخصية فقد تزوجت وهي طالبة في كلية الآداب من الناشط السياسي عصام البرعي، وهو أيضاً كان طالب بكلية الهندسة، ولديها ابن وحيد ولم تصرح عن اسمه أو هويته، ولكن عرف عنه أنه يهوى الكرتون منذ طفولته وأنه الآن مخرج سينما، وقد حصل على الجائزة الأولى في مهرجان الأردن للأفلام القصيرة، وكان له دوراً بسيطاً في مسلسل تحت السيطرة. والآن عزيزي المشاهد،
هل اقتنعت بالفنانة حنان يوسف في الأدوار الكوميدية أم الدرامية؟ كان معكم رشا رجب.